الحمد لله تعالى حمدا كثيرا، وصلى الله وسلم وبارك على من أرسله ربنا للعالمين هاديا وبشيرا ونذيرا سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتنا في الله، في مسيرة قصص كتاب الله عز وجل التي ملؤها عبر ودروس وعظات ينتفع بها كل مؤمن عاقل، نتكلم اليوم عن قصة من قصص هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله تعالى بداية للبشرية جمعاء، ألا وهي قصة أهل الكهف وأصحاب الكهف، هؤلاء القوم الذين ذكرهم الله تعالى وخلد شأنهم، وما هم إلا فتية شباب في أول عمرهم، ولكنهم صدقوا الله تعالى فصدقهم الله وأكرمهم ورفع قدرهم وخلد ذكرهم إلى يوم القيامة. شأن نزول هذه الآيات الكريمة من سورة الكهف أن أناسا من كفار قريش أعياهم ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم من كلام معجز، إن كان من يتكلم عن الأمم السابقة أو كان كلاما عاما يدعو إلى الصلاح والتقوى أو كان إخبارا بما سيجري من المغيبات، فضاق المشركون ذرعا بذلك ولم يستطيعوا حيلة ولم يهتدوا سبيلا، فجعلوا يتلمسون طرفا وآخر لعلهم يجدون كلاما أو حجة أو مقالا يردون به على زعمهم على كلام الله تعالى الذي ينسبونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتقبلون أنه وحي منزل من الله، يقولون هذا كلام محمد، ولكنهم يجدونه صحيحا صريحا يخبرهم بما كان وبما سيكون وينصحهم ويرشدهم، فلا يجدون مجالا للشك، ماذا سيفعلون؟ قال: فأرشدهم بعض العرب إلى أن يخرجوا إلى أهل يثرب، وذلك قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بمدة طويلة. قال: اخرجوا إلى أهل يثرب التي سميت بالمدينة فيما بعد، فادخلوا إلى أهلها فإن بها قوما من اليهود أصحاب كتاب عندهم علم من الأخبار السابقة، وتلمسوا منهم كلاما لعل فيه ردا على كلام هذا الرجل. وخرجت طائفة من قريش حتى بلغوا يثرب، فجاءوا إلى اليهود قالوا: يا معشر يهود، هل عندكم ما نرد به على هذا الرجل؟ كلام نستطيع به أن نحاججه فنغلبه؟ قالوا: سألوه عن ثلاثة أشياء، فإن لم يعرفها فهو مدع كاذب فلكم رأيكم، وإن أجاب عنها فهو نبي مرسل موحى إليه من الله. قال: أما الأولى فسألوه عن فتية غربوا وسلفوا في أول الدهر، ما قصتهم؟ فإن لهم شأنا عجبا. وسألوه عن رجل طواف في الأرض بلغ مشارقها ومغاربها وملكه الله زمامها، ما قصته؟ وسألوه عن الروح. فلما فرغوا من إجابتهم قالوا: يا معشر يهود، أديننا خير أم دين محمد؟ هنا يأتي البهتان والتزوير. قالوا: بل دينكم خير. فأنزل الله تعالى في شأنهم آيات يكذبهم ويفضحهم فيها. عاد هؤلاء مسرعين وكأنهم قد غنموا الغنيمة الكبرى حتى جاءوا مكة المكرمة، فدخلوا إلى أصحابهم: يا معشر قريش، جئناكم بالفتح المبين والنصر الواضح البين، نسأل هذا الرجل حتى نحرجه فلا يجد جوابا ويستبين كذبه للناس فنغلبه وننتصر عليه. وخرجوا حتى جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له: يا محمد، أنت تخبرنا وتحدثنا، فإنا سائلون. قال: سألوا. فسألوه الأسئلة الثلاثة،
فقال لهم صلى الله عليه وسلم إني أجيبكم عنها غدا، ونسي أن يقول إن شاء الله تعالى. فلما كان اليوم التالي جاءوا إليه فسألوه هذه الأسئلة، فلم ينزل عليه وحي يوحي إليه من الله تعالى بشأن وخبر هذه القصص الثلاثة. فقال أمهلوني. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر نزول الوحي، فتأخر الوحي عنه أياما، حتى أن بعض المشركين صار يبث الدعاية بين الناس فيقول انظروا إلى هذا الرجل يقول بأداء الوعد وأداء وصدقه، فإذا به يعدنا ثم يخلف. ولجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل ودعاه متضرعا إليه أن يفرج عنه ما هو فيه، فأنزل الله تعالى هذه السورة البينة، سورة الكهف، وفيها إجابات عن سؤالين، وأنزل آية في سورة الإسراء فيها إجابة عن السؤال الثالث. في سورة الكهف إجابة عن قصة أهل الكهف وعن قصة ذي القرنين الرجل الذي ملك الأرض، وأما الآية التي في سورة الإسراء فهي قوله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأنزل الله تعالى تعليما وإرشادا للناس جميعا، عتابا لطيفا رقيقا لسيد خلقه صلى الله عليه وسلم، يقول فيه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. هذا تعليم وتوجيه وخطاب لطيف للنبي صلى الله عليه وسلم، وتوجيه لنا جميعا حتى في المقام الذي تحتاج فيه لأن تنتصر على عدو الله، إذا لم تكن متوكلا مستعينا تمام التوكل على الله لتأتيك النصر وإن كنت على الحق. النبي عليه السلام قال لهم غدا، غدا بماذا سأفعل؟ سأجيبكم على أسئلتكم، أسئلتكم ما شأن جوابها؟ لماذا أجيبكم؟ كي أظهر الحق وأزهق الباطل. ورغم ذلك نسي نسيانا وليس تعمدا أن يقول إن شاء الله تعالى، فأخر الله تعالى عليه الوحي ليكون هذا العمل وهذه القصة درسا لكل من بعده إلى يوم القيامة. إذا ضعف التوكل واهتز الإيمان ستضعف النصرة وستضعف المعونة، ولن يكون هناك إنجاز ظاهر للمسلم إلا إن شاء الله. لذلك إذا ضعف الإنسان في التوكل على ربه عز وجل فليبادر سريعا إلى التوبة والاستغفار، لأن قلة التوكل سبب في صرف المعونة من الله عز وجل. وأخبرهم بالأجوبة الثلاثة، فهل لا أجابوا كم يجيب؟ وهذا أيضا درس بليغ يا أحبتي الكرام، هم لا يسألون ليصلوا إلى الجواب بل يسألون للمعاندة. لذلك ورد في الحديث إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع هات وأدى البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. السؤال الذي تقصد به إحراج الناس هذا سؤال كرهه الله عز وجل. وكثير من الناس يسأل ليحرج، يسأل الناس أسئلة في غير محلها ليحرجهم بها، فهذا مما كرهه الله عز وجل. هذا شأن نزول قصة الكهف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما تفاصيل هذه القصة التي فيها الدروس والعبر فهو أن فتية شبابا في سالف الزمان، هؤلاء كانوا يعيشون في مدينة أهلها يعبدون أصناما من دون الله عز وجل، وفيهم ملك يحكمهم بغير شرعة الله وبغير دين الله، يعبد الطواغيت وينتصر الأصنام ويعبد أهل المدينة معه هذه الأصنام. ولكن ذكر عدد من أهل العلم أن هذه الحادثة كانت فيما بين بعثة سيدنا عيسى عليه السلام وما بين بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت الدعوة دعوة سيدنا عيسى قد بلغت
بعضا من أهل تلك المدينة التي يسكن فيها هؤلاء الفتية الشباب. وصلتهم الدعوة، دعوة التوحيد على دين سيدنا عيسى عليه السلام. وقد تذكرون ذكرت سابقا مرارا أن كل الأنبياء دينهم الإسلام والتوحيد، هذا أمر مفروغ من إن الدين عند الله الإسلام. ولكن حينما يحرف أقوامهم من بعدهم ويبدلون، يأخذ الله تعالى منهم هذه الكرامة وهي تسمية الإسلام، ويسميهم بما ينتسبون إليه، نصارى، يهود، مجوس، غير ذلك. وأما المسلمون فإنهم حافظوا بفضل الله بنسبة كبيرة على توحيدهم وعلى أسس دينهم، فأكرمهم الله تعالى ببقاء هذا الاسم عليهم إلى يوم القيامة، وهي منة عظيمة. هؤلاء القوم كانت قد وصلتهم كلمات ودعوات على دين سيدنا عيسى عليه السلام فيها توحيد الله. شباب أهل الكهف لم يكونوا في أول الأمر موحدين على دين الله عز وجل، وإنما كانوا كسائر قومهم يخرجون إلى الأصنام ويفعلون أفعالهم ويذبحون أمامها ويتقربون إليها. وشاء الله تعالى أن يكون يوم عيد من أعياد أهل تلك المدينة، فخرج الشباب الفتية مع قومهم إلى ذلك العيد، فنظروا فإذا قومهم يركعون ويسجدون أمام هذه الأحجار، وتفكروا، جعل كل واحد منهم يفكر، هذا حجر، إيش يضر؟ إيش ينفع؟ إيش يقدر؟ إيش يؤخر؟ كيف نعبده؟ كيف نركع له؟ كيف نسجد له؟ كيف نصلي له؟ كيف ندعوه؟ عقولهم تحركت، والله تعالى يا أيها الكرام طلب من كل مخلوق خلقه أن يحرك عقله، وتجميد العقل أكبر مصيبة في الدنيا. الآن في كل ما ترى من المصائب، ترى معظم المصائب سببها جمود العقل، ما برضى اللي، ما بصير اللي، ما بزبط اللي، بس ما جمد الإنسان انتهى كل شيء، ما عاد يتقدم خطوة إلى الأمام لا في الدين ولا في الدنيا. الجمود من أعظم المصائب. لذلك أمرنا الله تعالى في آيات كثيرة، إن لذلك آتي لقوم يعقلون، قوم يتفكرون، كذا، آيات تأمر بالتفكر والتعقل وتحكيم العقل والإدراك، تشغيل العقل يا أيها الكرام، والله منا ما بعدها منا فضل ورحمة من الله عز وجل. هؤلاء فتح الله تعالى عقولهم ليدركوا إيش هذا الذي يعبد، هذه أشياء تستحق العبادة. كثير من الناس يا أيها الإخوة، حتى في زماننا، وأنا دائما أقول أحب ربط الآيات الكريمة والسنة الشريفة وحوادث التاريخ الإسلامي والتاريخ بشكل عام بواقعنا، كما قلنا، لأن الله تعالى أنزل الآيات لنتفهمها على الواقع، لنجعلها مجهرا مسلطا مضيئا على الواقع. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول، حديث صحيح أخرجه البخاري، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، خميصة هي نوع من أنواع الثياب. في لفظ أخرجه ابن ماجة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، يعني يدعو عليه النبي عليه السلام، إذا دخلت شوكة فيه الله يدخله فيما يطلع. من؟ قال عبد الدرهم، عبد الدينار، عبد الخميصة. أترى هذا الإنسان يعبد الدرهم يصلي له ركعات؟ يصلي لزوجته؟ يصلي لثوبه؟ لا، لكن جل اهتمامه في الحياة زوجته، ماله، درهمه، ديناره، لباسه، يعني دنيا، هذا جل اهتمامه في الحياة. سماه النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ عبد. وهؤلاء إنما فروا من عبوديتهم لغير الله عز وجل. أفترى كثيرا منا نحن المسلمين يعبد غير الله من حيث لا يشعر؟ ليل نهاره، ارتفع الريال نزل الدولار، كتر الذهب قل الذهب، كتر الطعام قل الطعام، حصل كذا لم يحصل كذا، جاء البنزين راح المازوت، ذهب الايش؟ قال يعني موحقنا، انا ما اقول موحقنا، ما قلت هذا، ولكن هذا كل اهتمامي في الليل نهار 24 ساعة، استيقظ على ذلك، انام على ذلك، اذهب على ذلك، امضي على ذلك، أرى صديقي فأسأله عن ذلك، أرى زوجتي فأسأله عن ذلك، معناها ما هو اهتمامي؟ قلبي بماذا يشتغل ليل نهار؟ بشؤون الدنيا.
يعني من أجل ماذا؟ من أجل أن أكل، من أجل أن أشرب، من أجل أن أتدفأ وغير ذلك. في مهمات أخرى عندي في الحياة، مطلوب مني شيء أقدمه. نعم أنا إنسان كرمه الله، مطلوب مني أن أعبده وأن تكون عبادته أهم عندي، والعبادة لها فروع كثيرة كما ذكرت سابقا. كل نوع من أنواع العلم والعمل الجاد الدؤوب الطيب الذي لا غش فيه عبادة لله، ولكن في استحضار للنية، في نية صالحة. إذا غاب ذلك عني وما بقيت أهتم إلا بالقشور فأنا عبد لهذه الأشياء. خرج هؤلاء وتأملوا ماذا يصنع أقوامهم يعبدون هذه الأشياء من دون الله. الإمام مجاهد وهو مجاهد بن جبر وهو أحد كبار المفسرين يذكرون ينقلون عنه في التفسير، يصف هؤلاء الشباب فيقول: كان في آذان بعضهم القرطاء. لما قرأت هذا الكلام سبحان الله تأملت عجبت. بعض هؤلاء الشباب في ذلك الزمان كان يلبس حلق في إذنه أهل الكهف. وسمح بي الخيال إلى زماننا، لا ترون بعض الشباب يلبسون الحلق؟ سبحان الله. يقولون يعني تلك الكلمة لعل فيها وجها من الصحة، التاريخ يعيد نفسه. لا أقول، وإنما الشيطان يسول نفس التسويلات من قديم الزمان إلى آخر الزمان، نفس التسويلات وتتغير الأوجه، شكل الملابس. أترون نساءنا أو نساء كثير من المسلمين هكذا خرجوا بدون حجاب هكذا؟ هذا شيء جديد؟ لا، كان من أيام الجاهلية تتبختر النساء وتفعل وتظهر من جسدها وكذا وهكذا. من ذلك العصر يضعون القرطة، ولكن من أصبحوا بعد ذلك؟ أصبحوا أهل الكهف الذين يتلى كلام الله فيهم إلى يوم القيامة. سبحان الله، اللي كان أبو حلق هيك صار. فالهداية يا أيها الكرام شيء عظيم. لذلك تعلمون هذا الدعاء الذي ندعو به كثيرا، ندعوه في صلاة الفجر دعاء القنوت، تلك الكلمة العظيمة: اللهم اهدنا فيمن هديت. يا ربي حطنا مع السلك، سلك نوراني طيب يبدأ في الدنيا ينتهي في الجنة. إذا انقطع الإنسان عن هذا السلك سبحان الله. هؤلاء توجهت قلوبهم للحق وكانوا قد سمعوا بعض الكلمات تنقل إليهم أن الدين والإله الذي خلق السماوات والأرض واحد، كما قلت بقايا دين سيدنا عيسى كانت موجودة في تلك المدينة. وجاءهم توفيق من الله عز وجل فخرجوا من ذلك اليوم وذلك الوقت الذي يجتمع فيه أقوامهم في العيد، خرجوا إلى مكان فانعزلوا فيه وأووا إلى ظل شجرة. الإنسان الأول منهم جلس تحت الشجرة، طلع إنسان ثاني لا يعرفون بعضهم ولا يعرفون أسماء بعضهم ولا يذكرون أي شيء عن بعضهم. الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، وهو الراجع، الراجع في عددهم سنأتي على ذلك. جلسوا تحت ظل الشجرة وشاء الله أن يجتمعوا في ذلك المكان وهم لا يعرفون بعضهم، ولكن الله تعالى يجمع أهل الحق كما يجمع أهل الباطل. شوف أهل الحق متجمعين في أمكنة وأهل الباطل متجمعين في أمكنة، سبحان الله. اجتمعوا فتود بعد ما جلسوا ما كانوا ينتبهون إلى بعضهم، التفتوا فإذا كل واحد ينظر إلى وجه الآخر. طلع واحد بيرك جنبه على الشجرة، من أين جاء هؤلاء؟ فتوجسوا من بعضهم خيفة، ثم ألقي في روعهم يعني في أنفسهم أن يسأل كل واحد جليسه: ما الذي جاء بك؟ ولم جئت؟ ومن أنت؟ فجعلوا يتهانسون بين بعضهم البعض، فإذا بهم بعد أن تساءلوا عن بعضهم يجدون أنفسهم كلهم متفقين على أمر واحد، وهو نبذ ما كان يعبد هؤلاء من أقوامهم من الأصنام وتوحيد الله عز وجل. لما رأوا ذلك اتفقوا فيما بين بعضهم البعض على أن يعقدوا اجتماعا أو مجلسا يجلسون فيه فيذكرون الله تعالى ويسبحونه، ولعل أحدهم كان قد بلغه شيء من كلام سيدنا عيسى مما أنزله الله تعالى أو من كلام الله عز وجل مما أنزله على سيدنا عيسى من الإنجيل،
فجعلوا يجتمعون بشكل متناوب، مرة في بيت هذا، مرة في بيت هذا، ومرة خارج المدينة، حتى يجتمعوا على توحيد الله ووحدانيته، ويدعون ويستغفرون ويسبحون ويتذاكرون ويقرؤون ما بلغهم من الإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عيسى عليه السلام. ومرت الأيام، في أول الأمر ما كان أحد يعرف بشأنهم، فلما مضت الأيام جعل الناس يراقبون تحركاتهم تختلف عن باقي الناس. المؤمن يا أيها الكرام يلبسه الله تعالى حلة مختلفة عن غيره. أنتم كلنا نقول، كبارنا وصغارنا يقولون ما شاء الله طلع على الوجه، والله وجه نور، وطلع على الوجه استغفر الله أسود. هذا كل الناس تدركه بالفطرة يعني. الله تعالى يكسو المؤمن حلة طيبة، هؤلاء كساهم الله حلة طيبة وصارت أفعالهم وأقوالهم وتصرفاتهم مختلفة عن أقوال أقوامهم. أقوامهم جعلوا يتهامسون، ما شأن هؤلاء؟ من باب الذكر، هؤلاء السبعة يا أيها الكرام كلهم من علية القوم، من أبناء الوزراء والأمراء والأغنياء، شاء الله تعالى أيضا أن يكونوا كذلك ليكونوا عبرة لغيرهم. كثير من الناس اليوم يقول لك إيه والله أهلي ما علموني الدين، أنا عشت في جو ترف، وأبوي زنجيل، وأبوي وزير، وأبوي أمير، وأبوي ما أدري إيش، فما عرفت جو الدين، لذلك هذا عذر لي. لا، ما هو عذر لي. ولا الفقير كمان، والله أنا أبوي نزل لي على الشغل من عمري 10 سنين، ما هو عذر لك. أعود فأقول، ما دام الله قد أعطانا هذا فلا عذر لنا بعد ذلك. لما يسلب هذه النعمة منا، تعلمون تلك الكلمة التي يقولونها على لسان العامة، إذا أخذ ما وهب أسقط ما وجب. وقد يأخذ العقل منا تدبلت ما عليك حرج، أما ما دام ذاك هذا العقل موجودا في أذهاننا ولله الحمد، فلا عذر لأحدنا أن يقول والله أنا ما بعرف، والله هذا ما عرفت حرام، ما عرفت هذا حلال، ما عرفت الصلاة، لا عذر. اجتمع هؤلاء وتفكروا، وجعل الناس يتهامسون بينهم، لما يجتمع هؤلاء وعلى ما يجتمعون؟ وبدأت الأخبار تتناقل بين الناس على قصتهم، فرفعوا أمرهم إلى ملك تلك القرية أو المدينة، يحدثونه فيها بأن جماعة من الشباب من علية القوم، من طبقة راقية، وكما قلت كونهم من طبقة راقية هذا شيء عظيم أيضا، لأنه معظم الإنسان، معظم الناس الذين ينحرفون عن طاعة الله تنظر إليهم المال كثير في أيديهم، المال في كثير من الأحيان يميل بصاحبه إلى المعصية لا إلى الطاعة في كثير من الأحيان. فلما شاء الله أن يكون هؤلاء من أهل الأموال جعلهم درسا وعبرة للناس، انظروا هؤلاء كانوا من أغنى الناس ولكن الله ألقى في قلوبهم الهداية فابتعدوا عما كانوا عليه. وصل الخبر إلى الملك فأشار إلى حاشيته أن يسمعوا أو يتسامعوا بأخبار هؤلاء، فتسامعوا وأبلغوه أنهم كما وصفهم له الناس، كما وصفوه له، فأرسل إليهم أن يحضروا إلي في يوم كذا في ساعة كذا لأسمع منكم وأرى شأنكم. ووصل الخبر إليهم فشعروا بالخوف وتألموا مما حصل. من الذي نقل الأخبار؟ ولكن كما نقول أيضا بلهجتنا العامة، في كل زمان الفسفيس كتار باللهجة العامة للأسف، هؤلاء الذين يبيعون دينهم بدنيا غيرهم. بطلع واحد والله فلان هيك حكى، ايوه، وهذا اذا حكى واللي قلت عليه قد يذهب فلا يعود، يعني يهدم دمه، تجعل دمه في عنقك الى يوم القيامه يا انسان، من اجل 10 ليرات سوريه، 100 مليون ليره سوريه تضع دمه في عنقك الى يوم القيامه. سبحان الله. جعلوا يتهمسون، من الذي وشى بنا؟ من الذي نقل أمرنا؟ ثم قالوا هذا الأمر لا يهم، حتى لو عرفناه الأمر قد بلغ ووصل إلى الملك، فعلام نجمع أمرنا وما الذي نفعله؟ فقال بعضهم نقول له إن هذا الكلام غير صحيح، وقال بعضهم بل نوري عليه وندخل معه في تفاصيل أخرى حتى نغير عنه الموضوع.
وقال بعضهم بل نصدقه ونخبره بما نحن عليه، فإننا على الحق والحق ظاهر أبلج وصاحبه لا يخاف. فلما سمعوا هذه الكلمة قالوا أنطقك الله بالحكمة، كلامك صحيح. وعزموا في أنفسهم أنهم إذا دخلوا على الملك صدقوه وكلموه بما في أنفسهم وأظهروا لهم دينهم وعرفوه بأنهم على الحق وأنهم ثابتون عليه لن يتزحزحوا عنه. فما جرى بينهم وبين ملكهم هذا موعد قادم إن شاء الله. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما تعلمناه وسمعناه، والحمد لله.